الحمد لله سلامتك دكتور. يا راجل اصبر. تركنا الأسرى في وضع صعب جدا، تركناهم في وضع مأساوي، تركناهم ما يمر به الأسرى الآن لم يمر في تاريخ الحركة الأسيرة منذ نكبة من 48، معاناة شديدة. الأسرى يتعرضوا إلى إهانة جسدية وإهانة نفسية يوميا. هناك من الأسرى من استشهد وهو يعني في أقوية التحقيق، هناك من الطواقم الطبية من استشهدت. الخدمة الطبية لا تقدم لأي مريض في داخل السجون، بالعكس بل الطواقم الطبية تعتدي على الأسرى، وهذا مخالف لكل المواثيق الدولية والإنسانية.